حلقتنا النهارده حلقه عن حاجه جميله، انا عارف ان اصحابك يعني بيحبوها جدا، وهي التلسكوب العظيم او هذه العين الكبيره التي يعني ارسلتها البشريه الى مكان بعيد جدا عن الارض لكي تلتقط لنا صور عظيمه للكون، ولكي تكشف لنا اسرار يعني نبحث عنها منذ زمن طويل. هذا التلسكوب المتوقع ان هو يغير كتير من افكارنا وقناعاتنا حوالين الكون، ومن يدري ما الذي ممكن ان يكشفه هذا التلسكوب، يكشف عن وجود حياة في كواكب بعيدة جدا عنا، وهذا امر عظيم. يمكن ايضا ان يعني يكشف لنا اشياء كثيرة عن نشأة الكون اصلا وعن الانفجار العظيم. هناك كثير جدا من ما ينتظره العلماء من هذا التلسكوب، لكن كالعادة احنا يعني هنناقش الجزء المتعلق بمجتمعاتنا الناطقة باللغة العربية. وطبعا تعرفين ان مجتمعاتنا أسيرة الأديان والتصورات الدينية حتى الآن للأسف الشديد، ويمكن هذا أبرز ما يميز مجتمعاتنا الناطقة بالعربية ومجتمعات ما يسمى بالعالم الإسلامي كله، وهو أن تصوراتهم جميعا رهينة في يد الدين، لم يتخلصوا منها أبدا. صحيح أن الدين عموما له مازال له في العالم كله يعني سطوة، إلا أننا لنا نصيب الأسد يعني في هذا الموضوع. لماذا يخاف رجال الدين من هذا التلسكوب؟ أو لماذا يتوجسون خيفة مما يمكن أن يكشفه يوما ما هذا التلسكوب؟ لماذا يشكل هذا التلسكوب في نظر كثير من الملحدين خطرا على الله سبحانه وتعالى فوق عرشه؟ هذه هي الأسئلة، وأتمنى نسمع إجابات منكم عليها، وأنا أقول لكم طبعا رأيي وتصوري كالعادة. نأخذ دخلة مريم، أهلا بك. الإنسان عدو ما يجهل، هم هل دابا أعداء هاد أي شيء جديد علمي، أي شيء يفضح جهلهم هم أعداؤه. هذا التلسكوب سيقلل من الكلام الذي يمكن أن يقولونه للناس، يعني كلما يعني كانوا يتحدثون قديما عن السماوات ويستفيدون في وصف السماوات وما بين كل سماء وسماء، الآن أيضا وكلما اكتشف العلم شيئا جديدا عن ما كان يسمى سماوات كلما قل كلامهم عن هذه الأمور، يعني شيء من الخجل، يعني ينظرون إلى الأحاديث التي تتحدث عن وعول تحمل العرش وعرش فوق الماء، ولكن التلسكوب يقول أشياء أخرى ويعني مختلفة، لا تناقض هذه الأشياء تماما. لكن ماذا يمكن أيضا أن يكشف التلسكوب، وكيف يمكن يساهم في أن تبهت فكرة الإله أكثر مما هي باهتة أساسا؟ تفضل جاك. هو سؤال جميل جدا، للشيوخ بيخافوا من هكذا تقدم علمي ومن أي تقدم علمي تاني، وهذا الشيء اللي لاحظناه بالحلقة اللي خصصتها للرد على هيثم طلعت والقنيبي، كيف كان ظاهر جدا الخوف من هذا الإنجاز أو من هذا التقدم العلمي. السبب إنه كل ما تقدم العلم خطوة تراجع الإله أو الدين خطوات كثيرة للوراء، وهي اللي هي معضلة إله الفراغات. كل ما كان الإله يأتي ويملأ فراغات الجهل اللي كانت موجودة عندنا اللي كنا ناجز عن تفسيرها، ويأتي العلم الآن ويفسرها، فيتراجع الإله دوره ويصير هو مش متدخل مباشر، بل هو عبارة عن فكرة فقط يدافع عنها. ففي نصوص كثير الآن أصبحت في الدين عارية عن الصحة بفضل هذا التلسكوب والتلسكوبات الأخرى، مثل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وكل الآيات اللي بتتكلم عن السماء على إنها بناء ورفع السماء بلا عمد، يسقط السماء عليكم كسفة، كل الآيات اللي تتكلم عن السماء وعن شكل السماء أو عن كون السماء هي عبارة عن بناء، هذه كلها آيات الآن أصبحت أدراج الرياح وأصبحت عبارة عن أسطورة لا يختلف عليها اثنين عاقلين، أما اثنين مأجرين من فوق وبيركضوا وراء الخرافة عاد هم حرين. عندك آيات اللي بتتكلم عن النجوم على إنها رجوما للشياطين،
التلسكوب ما شافش ولا نجم بيرجم شيطان، لا جيمس ويب ولا هابل من قبله ولا أي تلسكوب تاني، ما شفناش الرجوم للشياطين، ما شفناش ولا نجم بيتغير بيتحرك من مكانه علشان يلحق لا شيطان ولا غير الشيطان، ولا كوكب، كان في ولا كواكب. كوكب ولا أي حاجة تانية يا حبيبي. ما شفناش الشمس وهي بتغرب في عين حمئة، وما شفناش الشمس وهي بتنزل تحت الأرض وتذهب وتجري لمستقر لها، ما شفناش الشمس وهي تذهب وتسجد تحت عرش الرحمن، ما شفناش أي شيء من هذا الكلام. فهذه التلسكوبات وهذه التقدمات العلمية كلها يعني تتسبب في كثير لكثير من الآيات وكثير من النصوص إنها خلص تتراجع وتأخذ مكانها كأسطورة فقط لا غير، أساطير الأولين. حتى في الأحاديث يعني حتى ما بين السماء الأولى والسماء سماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، عملت حسبة بسيطة على مسيرة 500 عام كم بيطلعوا، بمجرد ما تعمل جوجل على الإنسان الطبيعي كم بيمشي كيلومتر في الساعة الواحدة، بيمشي 6 كيلومتر، فإذا حسبتها على يوم ثم على سنة ثم على 500 سنة بيطلع عندك يا دوب 22 مليون كيلومتر الجواب تقريبا. 22 مليون كيلومتر ما بيجيبوكاش من هنا للزهرة ولا لعطارد ولا للمشتري. يعني فعليا احنا لازم نشوف آدم بالسماء الثانية عن طريق أي تلسكوب، مش بس جيمس ويب، أي تلسكوب على الأرض أنت لازم تشوف السماء الثانية والثالثة. جيمس ويب لازم يجيب لنا إياه سبحانه وتعالى لايف، يحضر لنا إياه جيمس ويب فعليا. فهذه كلها أصبحت أساطير بسبب هذا التقدم العلمي وبسبب هذه الإنجازات العلمية الآن موجودة. العرش بقى فين؟ العرش اللي على الماء، العرش اللي على الماء فين؟ وكان عرشه على إحنا الماء. طلعنا برا السماء وما شفناش ماء. أصلا دور على شوية نقطة عامل ماء، مش لاقيين ولا نقطة بالضبط ماء. بالضبط دخيلكم، بس خلونا نلاقي نقطة ماء برا هالسماء اللي مفكرين السماء كان مغطى. هو فكرة الماء من وين جت؟ من اللون الأزرق للسماء، يعني هاي من أبسط أمور العلوم، اللي هو شعاع الشمس عم بينكسر بسبب وجود بخار الماء في الجو بيعطي اللون الأزرق. فمن أبسط الأشياء العلمية، ما أدريش الرسول النبي الأمي المؤيد بوحي من السماء إنه يعرفها، وكان مفكر إنه خلف هذا السماء في ماء لهيك لونها أزرق، فما شفناش حاجة. الفكرة كان كل الناس اللي عايشين في عهد محمد كانوا مقتنعين بيها، والسفر التكوين من قبل كده بيقول لنا ان المايه دي اصلا اللي فوق ديت كانت هي والمايه اللي في الارض حاجه واحده، يعني كانوا مايه واحده. وبعدين فقال الله ليكن جلد في وسط المياه ليفصل صحيح بين مياه ومياه، يعني يرفع المايه الجلد ده في وسط المايه ديت، ويرفع المايه اللي فوق تبقى سماء والتانيه تبقى ايه ارض. وهذا والفكرة ديت في المدينة بقى لما سمعها من اليهود، قال لو أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني صح كانوا مع بعض وفتقهم كده. فهو محمد بيقول أولم يرى الذين كفروا، لا ما شافوش الذين كفروا، لما بعت التلسكوب لم يروا إلا يعني عظمة، ما لقوش الحاجات دي أبدا. بالضبط. وغير هيك كمان، هذا كان قصده اللي انت شرحته، كان قصده في آية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إذا قرأت التفسير هو يتكلم عن بحر الأرض وبحر السماء، اللي هو عن نفس الفكرة اللي انت عم تتكلم فيها. راح قال لك هذه اللي هي لما يلتقي بحر مالح مع بحر عذب مياه عذب، بصير في بينهم زي برزخ وما بتختلط الماء فيها في الماء الثاني، هي تتفرج ملهاش علاقة. لا هذا التفسير يعني إذا قرأت في التفسير هو كان يتحدث عن بحر السماء وبحر الأرض، فهذا كان قصده بمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. خصوصا إذا نظرت للبحر خلال النهار بتشوف إنه البحر الفيو قدامك بيكون من الأسفل أزرق ومن الأعلى أزرق، فهذا بالضبط هو المشهد اللي كان بيصفه مرج البحرين يلتقيان. لما تكون انت في عرض البحر، نعم، بتكون فقط شايف زراق في الاسفل وزراق في الاعلى وبينهم خط ابيض بسيط، فهذا هو المشهد اللي وصفه. عملوا منها اعجاز ووجعوا دماغنا. الله يخرب بيه الدين، مشكله والله، الدين مشكله، تضليل، يعني ضلال مبين، جهل مقزز.
لو طلعت على الفضاء وشفت كواكب جديدة ويعني وصلنا لأن نمشي بسرعة الضوء وصرنا نروح نسافر بين المجرات، راح يضل نفس الفكر وراح يضل نفس الجهل، لأنه أساسا هو أي شيء بيدرسه أي شيء بيقرأه هو بيعمله فقط علشان يعزز نفس الفكرة اللي موجودة عنده في باله، اللي هي فكرة إنه هذا الدين كلام إله وكلام معجز. فللأسف هذا الانحياز التأكيدي بيصنع عنا هذا الجهل وبيصنع عنا هاي الأفكار. فاطمة بتقول لنا عرش الشيطان فوق الماء، ما عرش الاثنين عرشوه فوق الماء، ربنا بيقول وكان عرشه على الماء، والرسول بيقول لنا عرش الشيطان على الماء وعرشه على الماء على الشيطان، فالاثنين عرشهم فوق الميه، لان هما برضو لان هو برضو بيقول ان الله في السماء والسماء دي عباره عن ماء، فاكيد طبعا يبقى عرش ربنا فوق الماء ده، فوق هذا الماء برضو. تصورات كانت في منتهى الهبل يا لهوي، بس كان الناس اللي في عصرهم يعني ان هم يتصوروا ان الميه فوق ان السماء بميه او كده، ده معذورين في كده ما عندهمش معلومات، بس هو محمد مش معذور في ان هو يخترع عليه بقى ان ربنا قاعد فوق الميه وعرش الميه وكده وفوقيه وعال، والخيالات اللي كان بيقولها دي ما عندوش ادله عليها، فكان بيهبد مضبوط. عليه وسلم، فهو مش من حقه ان هو يهبد بتاعه شوف ده لسه في الحيطه في البيت. مرحلة من المراحل كانت دول كثيرة في أوروبا يعتقدوا أنه ومقتنعين تماما أنه القمر عبارة عن قطعة جبن كبيرة. ما الذي توقع أن يكشفه التلسكوب قريبا؟ هلأ هو وصل إلى أقدم مجرة تم رصدها اللي هي بعمر 313 مليار سنة، من المتوقع أنه يصل إلى 13.5 مليار سنة، يعني متوقع أنه يرصد صور على مسافة 13.5 مليار سنة، وهي أقدم يعني أكثر شيء ممكن أنه نوصل له. برضه من الأهداف اللي جيمس ويب متوقع أنه يصل لها اللي هو التأكد من نظريات اللي هو كيف تنشأ النجوم، كيف تتكون النجوم، رصد بدايات النجوم، ورصد أيضا كيفية تكون المجرات وبدايات المجرات. هذا الشيء راح يعطي فكرة كبيرة لنا إنه كيف مجرتنا تكونت، كيف كوكب الأرض تكون، نتأكد الفرضيات اللي احنا حاطينها لنشأة الأرض وتكون الأرض إذا انها صحيحة أو لا. فهذه هي أهدافه، زي ما حكيت لك المتوقع يوصل اللي هو 13.5 مليار سنة، ممكن يرصد نجوم أو مجرات بعمر 13.5 مليار سنة، يعني على بعد أقل من 300 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم. ولا كان حد يتخيل كده، ولا الواحد أبدا. يأسف إن ستيفن هوكينج ما لحقش التلسكوب ده صح بصراحة. صح قدس الله سره، وقربنا جدا منك سبحانك يعني فوق احنا طلعنا، بس مش لاقيين اي ايات، حتى ادينا علامه واحده حتى، طب سيب لنا اي حاجه يعني، حتى حاجه ادينا بوستر مكتوب عليه قال جلالك ريشه من جناح ملاك من الملائكه بتاعتك، قولي الاجنحه مثلا ريشه طايره كده وقعت، مفيش ملاك بتقع منه اي حاجه، ورينا اي حاجه، ورينا اي مفيش. علامه. وهذه مشكلة إنه الله في الأديان كان دائما ينجر خلف طلبات المؤمنين والمتدينين، يجوا أو أتباع القوم الرسول اللي بينبعث له دائما يطلبوا معجزات، وهو يروح يرد بالمعجزات، يعطيهم معجزات على حسب الأساطير، مع إنه كان بإمكانه يوفر على حاله كل المعجزات وكل الكلام هذا اللي الظاهر إنه كان متعبه، يعني لأنه من نصوص الإسلام ونصوص القرآن إنه وما منعنا أن نرسل معك بالآيات إلا كذب بها الأولون، يعني الموضوع كان تعبه فعلا، وهلا بدوش يتعب مع محمد مرة ثانية، فبدل التعب هذا كله. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هو تحس إن هو بيدور على عيل تايه، وهكذا حاله دائما لما يكون بيدور على مبرر ومش لاقي حاجة يقولها، فتلاقيه عمال يهدي. صح. ايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا كذب بها الاولون، يعني ايه اللي ما منعك كده؟ ما انت اله وقدير وبتاع وعارف وكل حاجه، إيه ليه ارسلت ايات وانت عارف يعني انت اتفاجئت ان هم كذبوا بيها؟ تجرب سبحانك، وبعدين قال لك واتينا بالضبط مبصره فكان زي ما يكون واحد كاتب كذبه ولا عامل عامله وعمال يدور على مبررات، وده حاله دايما محمد لما بيدور على مبررات. صديقنا اللي بيقول لنا الغرب يكتشف وأنتم تطولون على الخالق، ما احنا مش لاقيينه يا عم، ساعدنا ندور عليه. وبعدين الخالق سبحانه بيتفرج علينا دلوقتي وما اعترضش، ما قالش حاجة، ما قالش لا،
يعني هو ممكن يعترض، يمكن أن يشارك في هذا البرنامج، لأن رابط المشاركة موجود في اللايف شات. الآن تغيرت السلطة فتغير المفهوم. إذا الدين هو من اجتهاد البشر، حتى وإن افترضنا أن النص إلهي، هذا شيء موضوع ثاني، لكن الدين هو بشري، الدين بشري، لا يوجد دين إلهي، لأن من مفهوم البشر كيف فهموا النص المقدس. فالدين بشري، البشر هم الذين يحللون. علي بن أبي طالب عندما قال لأبو موسى الأشعري لا تكلمهم بالقرآن فإنه حمال أوجه وإنما ينطق به الرجال، كان محق علي بن أبي طالب. البشر هم الذين يتكلم. أخذ القرآن واسأله أي سؤال لن يجيب، القرآن لا يستطيع أن يجيب، لابد لك من شيخ يقرأ القرآن ويشرح لك. إذن البشر هم الذين يفسرون، وهم الذين يحللون، وهم الذين يحرمون حسب هواهم. بالإنجليزية بيسموها سيمانتكس، اللي هي بالعربية سيمانتكس، اللي هي مكتة يعني مرتادفات ومفاهيم اللغة. في فرق بين التأويل وبين التفسير، أعتقد في خلط في الجزئية دي، خدت بالك؟ في خلط في اللغة، يعني أنا إني أفسر القرآن هذه كلمة كبيرة، يمكن ليها تأويلي، وده أعتقد ما أعرفش الأستاذ مهدي يتفق معايا، لا له تأويله لبعض الآيات أو كده، وهاني ليه تأويل، وهذه هاني لا يوجد تفسير للقرآن. خذ أي نص، أي نص بأي لغة، خذ 40 تلميذ وأعطيهم ماذا فهمت من هذا النص، سيأتونك ب40 إجابة مختلفة، وإذا وجدت شخصين أجابوا بنفس الإجابة معناها أنهم نقلوا عن بعضهم. لا. هذا هو الطبيعي، ما ده إعجاز في حد ذاته يا أستاذي، هذا ليس بنقصان. إعجاز إزاي يعني؟ هو كل حاجة إعجاز يا هاني بالعافية، هو أنت أي حاجة أحببنا وكرهنا. هذا البراح هاني مبدأه في ما يتعلق بالدين. عبي يابا عبي بيعبيله ويديله، يلا اي حاجه في الدنيا. لا عجاز ازاي يعني؟ عجاز ازاي؟ طب ازاي عجاز ازاي؟ ما نعقله كلام قبل ما نقول يعني. عجاز ازاي؟ انت لما يكون عندك نص مش مفهوم، الناس بتختلف في فهم عشان خاطر حضرتك غامض وبتحب الغموض، ده كده اعجاز ولا زفت غموض؟ لا انا لو حاطط نص صالح لكل زمان من زمان ازاي هو كان ازاي؟ اذا كان الناس اصلا في الجيل الاولاني تفسيره صالح ازاي لكل زمان؟ هو صالح لزمان وما يسمى الغامض. الاولاني ما يحتاجش للتفسير، نحن لا نختلف لانه غامض، اي نص حتى وان لم يكن غامض نستطيع ان نختلف في تفسيره، لا يمكن، نحن بشر نختلف، اي جمله واضحه يمكن ان نختلف. هناك كلام لا يختلف في تفسيره. لا والله العظيم لو أتيتني بأي جملة أفسر لك بعد الطرق. حتى دساتير الدول حتى دساتير الدول التي كلما كان الكلام محكما كلما قل الخلاف فيه. أبدا أستاذ أحمد، شوف حتى دساتير الدول التي وضعها خبراء، كلما كان التعريف جامع مانع كلما قل الخلاف فيه. حتى دساتير الدول التي يضعها خبراء قانون يعني من المستويات العليا في الخبراء تحتاج إلى محكمة دستورية ولجنة دستورية ولجنة فهم وإلى آخره. يفسر النص حسب ثقافة الشخص، حسب ثقافة الشخص، حسب موقعه، حسب زمنه. احنا يعني بشر، لكن يتم تطوير وحسب مصلحته. نعم يتم تطوير الدساتير ويقصد في عند تطوير أي دستور، وهي عملية تحدث على مدى بعيد، يعني على مدى فترات طويلة جدا، لكن يتعمدون أن يكون الكلام غير قابل للتأويل ولا يفتح بابا للخلاف. أنا أعتقد المسلم، يعتقد المسلم والمسيحي واليهودي وغير المسلمين أن إلهه كل القدرة وكل المعرفة، يعني لا يحتاج أن يطور شيء. لا، على العكس، الفهم يختلف مع الزمن، وكلما اختلف الزمن يختلف الفهم، كلما ارتقى الإنسان فكريا يرتقي فهمه للنص الديني، وإن حط ينحط، يعني عندما نكون في القاع يكون الدين معنا في القاع، عندما نكون في الأعلى يكون الدين معنا في الأعلى، وهذا يعود إلى المستوى الثقافي والحالة الاجتماعية للمجتمع. هل يعتبر الغموض في النص الناتج عن قصور في التعبير أحد أسباب الخلاف
أو تعدد الآراء في فهم هذا النص ولا لا؟ أعتقد سؤال في كل الأديان، في كل الأديان. سؤالي مش ليك. في كل الأديان، في كل النصوص الدينية. عجاز عبير وديله. كل النصوص الدينية الوضعية والإبراهيمية نصوصها غامضة، لا يوجد نص تستطيع أن تقرأه وتصل إلى المحكم 100%. يعني ده ربما عيب في النص. لا أعتقد ليس عيب النص، أعتقد أن جوهر النص الديني هو الفهم الذي لا ينتهي، قادر لا قابل قابل للتكر يعني للتطوير. أنا حضرب لك مثلا يا أستاذ، استنى محمد معلش أنا آسف، اصبر عليه شوية معلش. أنا حضرب لك مثل، استنى علينا شوية، حضرب لك مثل من القرآن، من القرآن لفكرة، الفكرة اللي هو عايز يوصلها وللطريقة اللي هو استخدمها عشان يوصلها. فكرة ان المكره، ان المكره مرفوع عن القلب ولا يعتد بخروجه من الاسلام، فكرة بسيطة هي. فهو استخدم الاسلوب عشان يوصل لك الكلام ده، ادى الى خلاف قائم لحد دلوقتي في الموضوع. قال لك من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هل هذه هي أفضل طريقة باللغة العربية لإيصال الفكرة اللي أنا قلت لك عليها؟ أنا أعتقد أن النصوص الدينية لا تأتي بشكل مباشر، ولو كانت تحتاج إلى تفسير، إلى تفسير لفس، ليس لدينا أي تفسير لآية فسرها الرسول. لماذا تأتي بشكل لأنها مباشر؟ لأنها لو أتت في شكل مباشر لانتهت مع المرحلة التي نزلت بها، لأن المرحلة الثانية تختلف حضاريا وتختلف فكريا عن المرحلة الأولى. طيب خليك من الغامضة، خليك من الغامضة، أخذ التناقضات اللي موجودة. ممكن أعطيك عدة صور، عدة آيات متناقضة مع بعضها.